بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من اللقاءات التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وهو المجلس الثامن من المجالس التي يعلق فيها حفظه الله تبارك وتعالى على مؤلفه المسمى بالجامع في صفة الصلاة. قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى الخامس عشر ما قبل الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن المصلي إذا فرغ من قراءة ما تيسر من القرآن إماما كان أو منفردا، فإنه يشرع له أن يسكت سكتة لطيفة خفيفة بعد فراغه من القراءة وقبل الركوع. نعم. قال شيخنا حفظه الله وبعد فراغه من القراءة يسكت سكتة قصيرة بقدر ما يرجع إليه نفسه، ثم يكبر للركوع، فلا يصل التكبير بالقراءة كما يفعل بعض الأئمة. قال أبو داود رحمه الله: كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة. نعم، هذه السكتة كما قال أبو داود رحمه الله كانوا، يعني السلف، يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة، من قراءة ما تيسر من القرآن، وقبل التكبير للركوع لئلا يتصل التكبير بالقراءة. السكتات في الصلاة اثنتان، السكتات في الصلاة على الصحيح والراجح والذي عليه الدليل سكتتان فقط، هما ما ثبت الدليل على مشروعيتهما. السكتة الأولى إذا كبر تكبيرة الإحرام فإن الإمام يسكت حتى يقرأ الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل، هذا في السكتة الأولى، ومثله المأموم وكذلك المنفرد. والسكتة الثانية إذا فرغ من القراءة، قراءة ما تيسر من القرآن، وقبل الركوع يسكت سكتة قصيرة بقدر ما يرجع إليه النفس ثم يكبر. أما ما عدا ذلك من سكتات
فلم تثبت بدليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى وجود سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر، قالوا حتى يقرأ المأموم الفاتحة، لكن هذه السكتة لا دليل عليها، لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفاتحة، لم تثبت هذه السكتة. وما ثبت من سكتات كما بينا، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية بعد الفراغ من قراءة ما تيسر من القرآن وقبل الركوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وهذه أولى تكبيرات الانتقال للفصل بين الأركان، وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم المستمر، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر للركوع. وهذه أولى التكبيرات التي تكون للانتقال للفصل بين الأركان، فإن أول تكبيرة هي تكبيرة الإحرام، وما بعد ذلك هي تكبيرات الانتقال، تسمى تكبيرات الانتقال. أول هذه التكبيرات هي تكبيرة الركوع. جمهور أهل العلم على أن هذه التكبيرة وجميع تكبيرات الانتقال سنة مستحبة، وذهب الحنابلة في القول الثاني إلى أنها واجبة، واستدل الجمهور على سنيتها واستحبابها لا أنها واجبة بحديث المسيء صلاته. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك للمسيء صلاته. واستدل الحنابلة ومن ذهب مذهبهم على الوجوب بحديث أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، وقالوا إن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التكبيرة في كل الصلوات وكذلك سائر تكبيرات الانتقال يدل على وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر للوجوب حتى يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية صارف يصرفه عن ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أخرج الشيخان عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وهي واجبة من واجبات الصلاة في مذهب الحنابلة. وذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية وذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية في ورواية في مذهب الحنابلة إلى أن تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة، واستدلوا بحديث المسيء صلاته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها، ولكن حديث المسيء صلاته لم يستقص الواجبات كلها، فلم يذكر فيه التشهد الأخير ولا السلام،
ويحتمل أنه علمه ما أساء فيه فقط، وبما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر، ولكن الحديث ضعيف إسنادا ومنكر متنا. نعم، هذان القولان في حكم تكبيرة الركوع، القول الذي عليه جمهور أهل العلم لأنها سنة من سنن الصلاة وسائر تكبيرات الانتقال، واستدلوا كما قلنا بحديث المسيء صلاته. وهذا الحديث يستدل به جماعة العلم في عدم وجوب كثير مما قال به من قال بالوجوب في واجبات الصلاة، يردون ذلك بحديث المسيء صلاته. وعند التأمل كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعة من أهل العلم أن الحديث حديث المسيء صلاته لا يصح أن يستدل به على عدم الوجوب فيما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لاحتمال أن الذي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لم يسئ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أساء، أما ما كان فيه مصيبا فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصي الواجبات في تعليمه للمسيء صلاته كلها، فإنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد الأخير ولا السلام، مع أن هذا واجب عند الجمهور. فلما تطرق الاحتمال إلى الاستدلال بطل الاستدلال به، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل الاستدلال به. فالاحتمال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إلا ما أساء فيه. وأما الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لضعفه إسنادا ولنكارته متنا، ولنكارته متنا. نعم، ولذلك الراجح القول بوجوب تكبيرة الركوع وسائر تكبيرات الانتقال، وهو مذهب الحنابلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن عبد البر رحمه الله: التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعملا عندهم ولا ظاهرا فيهم ولا مشهورا من فعلهم في صلاتهم، ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة يفعله ويقول إنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنكر عكرمة على الشيخ ما قال له ابن عباس فيه إنه السنة، ولا قال عمران بن حسين في مثل ذلك من صلاة علي: لقد أذكرني هذا صلاة محمد عليه السلام. وهذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب، ولا على أنه من مؤكدات السنن، بل قد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر. انتهى كلامه. قلت: وعلى فرض أن هناك خلافا في هذا، فقد استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: وهذا القول أظهر من حيث الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به، وأصل الأمر للوجوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما ما روي عن عثمان
ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك، لا أنهما تركاه إحسانا للظن بهما وعلى تسليم أن الترك وقع منهما، فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. نعم، هذا هو الحق والأقرب للصواب، أن تكبيرة الركوع وسائر تكبيرات الانتقال على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحافظ عليها، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك التكبير. وصلاة أبي هريرة وكان يكبر في كل رفع وخفض، وأيضا ما قاله ابن عباس لما قال عكرمة صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك. يقول ابن عباس سنة أبي القاسم، فهو هذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة وعن علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة. وأما ما نقل عن وروي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير، هذا محمول على عدم الجهر لا على أنهم لم يكبروا. وتبقى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: وتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين السابق والآتي، وعلى هذا جرى العلماء، فمحلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء، لأنها الذكر المشروع بين الأركان. أما الأركان فمختصة بأذكارها المشروعة فيها، فهذا مأخذ الفقهاء لهذا التحديد. متى يبدأ بتكبيرة الركوع؟ لا تكون في موضع القراءة ولا تكون في موضع الركوع، وإنما بينهما، فيكبر إذا بدأ في الهوي، بدأ في الهوي إلى الركوع يقول الله أكبر حتى يصل إلى الركوع وقد انتهى من التكبيرة. فهذا هو المحل، محل التكبيرة. لا يكون التكبير مع وهو قائم ولا وهو قد ركع، وإنما بينهما. وبعض الناس مثلا خاصة في الرفع من الركوع، خاصة الأئمة لحرصهم أن يسمع المصلين صوته، فتجده يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يستتم قائما، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا ليس موضع هذا الذكر، لأن موضعه ما بين الرفع إلى أن يستتم، فليحرص أن لا يستتم إلا وقد فرغ من ذلك. وكذلك إذا أراد الركوع يبدأ منذ أن يهوي إلى أن يصل الركوع وقد كبر أو استكمل كلمة الله أكبر. هل يمد بها صوته حتى يصل بها إلى الركوع؟ نعم، له ذلك. المهم أن لا ينتظر حتى يركع ثم يقول الله أكبر، لأنها ذكر الانتقال، هذا ذكر مختص بالانتقال، فلا يجعله في موضع القيام ولا في موضع الركوع، وإنما بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: وإنما اختلفوا هل يمد صوته ليوافق انتهاء التكبير حد الركوع. قال النووي رحمه الله: فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين.
وقال ابن حجر رحمه الله: التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة رحمه الله: ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه. هكذا يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهاء انحطاطه، حتى يصل سواء كان هذا للسجود أو للركوع، فإنه ينتهي من ذكر الانتقال قبل أن يشرع في الركن الذي بعده، لأن هذه تسمى تكبيرات الانتقال، فتكون في وقت الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. قال المرداوي في تصحيح الفروع قوله: فلو شرع فيه يعني التكبير لغير الإحرام قبل انتقاله، أو كمله بعد انتهائه فقيل يجزيه للمشقة لتكرره، وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده، انتهى. نعم، اختلف أهل العلم في من كبر وابتدأ التكبير قبل الركوع، قبل الهوي، أو أتم كلمة الله أكبر وقد ركع، وكذلك في السجود، وكذلك في الرفع، على قولين. القول الأول قالوا يجزيه، يعني لا شيء عليه للمشقة تكرره، لأن هذا يحدث كثيرا، يعني تكبيرات الانتقال تتكرر، فربما وقع منه أحيانا هذا الأمر فيقال يجزيه. والقول الثاني قالوا لا يجزئه ذلك ولا يصح، وهذا أيضا قول في المسألة وسيأتي تفصيلها الآن. نعم. أحدهما هو كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح، قدمه المجد في شرحه وقال: هذا قياس المذهب، وتبعه في مجمع البحرين والحاوي الكبير، وجزم به في المذهب. قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. هذا القول الأول، قالوا الذي يكبر قبل أن يركع أو يتم التكبير بعد أن يركع كمن كمل قراءته وهو راكع، أو أتى بالتشهد قبل أن يقعد له، يعني في غير موضعه. نعم. والقول الثاني يجزيه للمشقة لتكرره، قال المجد في شرحه ومن تبعه: ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة ومال إليه. قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام في الركوع، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون، انتهى. قال ابن تميم: فيه وجهان، أظهرهما الصحة، وصححه المصنف في حواشي المقنع. قلت: وهو الصواب. ولعل هذا هو الأقرب لمشقة التحرز منه لكثرة تكراره، لكن على المسلم أن يتفطن لذلك، وأن ينتبه، وأن يحرص على أن تكون تكبيرات الانتقال في وقت الانتقال لا قبله ولا بعده، خاصة من إخواننا الأئمة، لأن الناس يتعلمون منهم، فيحرصوا على ذلك، ولا يكون حالهم المستمر هو الاتيان بهذا الذكر
بعد موضعه أو قبل موضعه، كما ذكرت لكم مثال بعض الأئمة لحرصه على إسماع صوته بالتكبير إذا رفع مثلا من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمده حتى يستتم قائما، هذا خطأ، وهذا هو موضع المسألة، فيتنبه إلى هذا المسلم ويحرص غاية الحرص على أن يكون التكبير تكبيرات الانتقال بين في الانتقال بين الأركان لا بعد وصوله ولا قبل أن يشرع في الانتقال. قال شيخنا حفظه الله: السادس عشر رفع اليدين للركوع. رفع اليدين للركوع من سنن الصلاة أن يرفع المصلي يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، إذا أراد التكبير للإحرام رفع يديه مضمومة الأصابع حذو أذنيه أو حذو منكبيه مستقبلا بها القبلة هكذا، يقول الله أكبر يرفع يديه. الموضع الثاني إذا كبر الركوع يرفع يديه يقول الله أكبر، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، شرع له وسن له أن يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية في المغرب أو في الصلوات الرباعية، عند القيام من التشهد الأول، ما عدا ذلك لا يشرع فيه رفع اليدين. إذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر لا يرفع يديه، إذا قام من الركعة الأولى للركعة الثانية وقال الله أكبر لا يرفع يديه، لم يثبت رفع اليدين إلا في هذه المواضع الأربعة، منها عند تكبيره للركوع. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ويرفع يديه كرفعهما في تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين الأربعة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين الأربعة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. وقد اختلف العلماء في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه على قولين: القول الأول أن من السنة رفع اليدين في هذين الموطنين، ونسبه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي رحمهم الله إلى أكثر العلماء وجمهور المسلمين، وقد استدلوا بالأحاديث الواردة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر ومالك بن الحويرث وعلي بن أبي طالب وأبي حميد رضي الله عنهم، وفيها كلها رفع يديه. وقال الإمام أحمد: وقد سئل عن رفع اليدين أي لعمري ومن يشك في هذا. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام. قال ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه، ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه، وهو عمل كأنه رأيعين، وجمهور التابعين يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار، كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما عنهم، ثم صار العمل بخلافه.
وقال رحمه الله: وروى رفع اليدين، وروي رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة، وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. نعم، كل هذا يدل على سنية رفع اليدين عند إرادة الركوع، وقد ثبت ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام أحمد: ومن يشك في هذا لكثرة النقل في هذه المسألة، كما قال ابن القيم: جمهور التابعين يعمل به في المدينة وفي غيرها من الأمصار. نعم. أحسن الله إليكم. القول الثاني أنه لا يرفع يديه في هذين الموطنين، وهو مروي عن عدد من الصحابة، وهو مذهب الحنفية، وهو أشهر الروايتين عن مالك، وعليه أكثر المالكية. قال السرخسي رحمه الله: ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح. وقال الدسوقي رحمه الله عن رواية عدم رفع اليدين عن مالك: وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواق عن الإكمال، وهو الذي عليه عمل أكثر الأصحاب. وفي التوضيح: الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين، لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. ومثله حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى كلامه. قلت: وقد طال الخلاف بين العلماء المتقدمين في هذه المسألة، وألفت فيها مؤلفات متعددة زادت على 20، وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. قال محمد أنور الكشميري رحمه الله: أما بعد، فهذه نبذة في مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبعده، وبين السجدتين وبعد الركعتين، وما يدور من النظر والمعنى فيها في البين. سميتها نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين، ما قصدت بها إحمال أحد الطرفين ولا يستطيعه ذو عينين، وإنما أردت بها أن بيد كل واحد من الفريقين وجها من الوجهين، وهما على الحق من الجانبين، وليس الاختلاف اختلاف النقيضين، بل اختلاف تنوع في العبادة من الوجهتين، وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين تواتر العمل بهما من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحوين، وإنما بي الاختلاف في الأفضل من الأمرين. انتهى كلامه. نعم. قول الثاني أن رفع اليدين في الركوع عند إرادة تكبيرة الركوع ليس مسنونا، وهذا مذهب الحنفية وعليه أكثر المالكية، وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة، ويستدلون على هذا ويحتجون بحديث ابن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، يعني عند تكبيرة الإحرام. قال: وما سوى ذلك فليس بمسنون. وحديث ابن مسعود حديث قال عنه الترمذي حسن، وقد ضعفه البخاري، وهذا الحديث قال عنه أبو داود قال: ليس هو بصحيح
على هذا اللفظ، فقد تطرق إلى هذا الاستدلال الضعف فلا يكون حجة. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو في الصحة أظهر وأقوى ويستدل به. وعلى هذا فالراجح أن المصلي يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع كما يرفع عند تكبيرة الإحرام. نعم. قال شيخنا حفظه الله: والراجح أن المصلي يرفع يديه في هذين الموطنين كما يرفعهما في تكبيرة الإحرام وكما يرفعهما عند النهوض من التشهد الأول كما سيأتي. قال ابن خزيمة رحمه الله: سمعت محمد بن يحيى يقول: من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه، يعني إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فصلاته ناقصة. حديث أبي حميد الساعدي الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا أراد عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع وعند القيام إلى التشهد الأول. ولذلك ذكر ابن خزيمة عن محمد بن يحيى أنه من سمع هذا الحديث، حديث أبي حميد الساعدي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يرفع يديه، يعني إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فصلاته ناقصة من جهة السنن لا من جهة الصحة والبطلان، لأن غاية الأمر على السنية والاستحباب بالاتفاق أنه ليس بواجب ولا ركن، وإنما الاختلاف في سنية ذلك أو عدم سنيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: السابع عشر: تعريف الركوع. ثم يركع. إذا قال الله أكبر للركوع يركع، والركوع الانحناء. نعم. قال: ثم يركع. الركوع في اللغة الانحناء، ومنه قول لبيد: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. وهو أن يخفض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره راكعا. ودليله قوله تعالى: اركعوا واسجدوا، وفي حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وأجمع العلماء على ذلك. نعم، هذا ركن من أركان الصلاة وهو الركوع، يخفض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره راكعا، لقول الله: اركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. أما صفة الركوع، نعم. قال شيخنا حفظه الله: الثامن عشر: صفة الركوع. وللركوع صفتان، مجزئة ومستحبة. فأما المجزئة فأن ينحني بحيث يمس ركبتيه بيديه، وأن يكون إلى صفة الراكع أقرب منه إلى صفة القائم. وأما المستحبة فأن يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. فهذه أربعة أمور في الركوع المستحب: الأول أن يضع يديه على ركبتيه، الثاني أن تكون يداه مفرجتي الأصابع فيفرقهما تفريقا زائدا عن وضعها الطبيعي ليكون كالقابض على الركبتين، الثالث أن يمد ظهره ويحصره فلا يقوسه،
الرابع أن يجعل رأسه مساويا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه عن مستوى ظهره. صفة الركوع، للركوع صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة مستحبة. المجزئة أن يحني ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه ويكون إلى صفة الراكع أقرب منه إلى صفة القائم، هذه الصفة المجزئة. إذا حنى ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه فهنا قد جاء بالركوع على الصفة المجزئة، ولكن الصفة الكاملة وهي الصفة المستحبة أن يجمع بين أربعة أمور في ركوعه. الأول أن يضع يديه على ركبتيه، ليس فقط أن يمس بيده ركبته بل يضع اليد كاملة على ركبته، على ركبته اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ثانيا أن يكون مفرجا، يفارق بين أصابعه هكذا، ما تكون مضمومة وإنما يفرقها، يفرق أصابعه عن الوضع المعتاد، الوضع المعتاد تكون هكذا، لا هو يزيد في تفريج أو تفريق أصابعه. الثالثة أن يمد ظهره، ما يكون مقوس وإنما يكون مساوي الظهر كأنما لو وقع عليه ماء استقر هكذا كاملا، ما يكون متقوس رأسه نازل عن ظهره. وأن يجعل رأسه مساوي، هذه الرابعة، الرأس مساوي للظهر وممد له ومقوس وإنما يمد ظهره ويساوي، أن يكون الرأس مساوي للظهر، لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه وإنما رأسه مساوي لظهره الممدود لا المقوس، هذه الصفة الكاملة، الصفة المستحبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: أخرج البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وأخرج أبو داود بلفظ: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. وأخرج أحمد من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وأخرج ابن ماجه من حديث وابصة ابن بعبد رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. نعم، هذه هي صفة الكاملة للركوع، أنه يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يمد ظهره ويساوي ظهره برأسه ويضع يده على ركبته اليمنى على اليمنى ويفرج بين أصابعه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: التاسع عشر: الذكر في الركوع. ماذا يقال في الركوع؟ ماذا يقال في الركوع وما حكم ذلك؟ نعم.
قال حفظه الله: فإذا استقر على هذه الصفة قال: سبحان ربي العظيم، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية تعظيم الرب جل وعلا في الركوع، والجمهور على مشروعية هذا الذكر فيه إلا مالكا فعنده أنه ليس للركوع ذكر مخصوص. والأصل فيه ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وما أخرجه مسلم أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وإنما وقع الخلاف بينهم في حكمه، فمذهب الحنابلة أنه واجب من واجبات الصلاة، وهو اختيار ابن تيمية وشيخنا ابن باز. والجمهور على أنه سنة لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته. وقد تقدم أن حديث المسيء صلاته لم يستقص الواجبات كلها، ويحتمل أنه علمه ما أساء فيه فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب. وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا. فإذا دل دليل على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل. الذكر في الركوع، أولا ما هو الذكر؟ استقر عند العلماء بلا خلاف أن المشروع في الركوع تعظيم الرب جل وعلا، لكن بما يعظم الله جل وعلا؟ الجمهور على مشروعية هذا الذكر بأن يقول: سبحان ربي العظيم. مالك رحمه الله خالف وقال: ليس للركوع ذكر مخصوص، فلو عظم الله بغير سبحان ربي العظيم ومجد الله بغير سبحان الله العظيم كفى. واستدل العلماء جميعا بمشروعية تعظيم الرب في الركوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ولكن ما استدل به أكثر أهل العلم من أنه يقال فيه سبحان ربي العظيم الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ولو قال غيرها فإن حذيفة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لنقل ذلك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الرب جل وعلا بقوله: سبحان ربي العظيم. وعلى هذا أخذ الحنابلة أن قول سبحان ربي العظيم واجب، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الركوع وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. خالف في ذلك جمهور أهل العلم وقالوا: لا، ليس هذا الذكر قول سبحان ربي العظيم بواجب، وإنما هو سنة. واستدلوا بنفس الحديث، حديث المسيء صلاته. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث، هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال، وهو احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ما أساء فيه فقط، وأما ما لم يسئ فيه فلم يحتج إلى تعليمه، فلا يستدل به على الواجبات. والقول الأول وهو قول الحنابلة
بالوجوب أظهر لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولنقله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله للجميع التوفيق والإعانة والقبول وحسن القول وحسن العمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.